بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من جديد مع كتاب ديالي غيكومبخوندغ. طبعا كنا قد انتهينا مع الجزء الأول من أوبو دو لامير، هذه الفقرة سنرى الجزء الثاني. إذا كما نلاحظ هنا أوبو دو لامير، إذا عندنا سويت تابع، سويت تابع. إذا عندنا بعض الكلمات كما نلاحظ هنا لي تخواز أنفون، الأطفال الثلاث، الأطفال الثلاث. كما تنشوفوا بأن هذه الصيغة هي معرفة، معرفة بهاد لي. إذا نتكلم عن الأطفال الثلاث. طبعا حنا فيما سبق في الجزء الأول ديال أوبور دو لامير كنا شفنا شكون هما هاد الأطفال، إذا أصبحنا بحالا تنعرفوهم. إذا هنا غنقدمو هاد العبارة معرفة. أما في حالة إذا لم نكن نعرف الأطفال طبعا فسنقول تخوز أنفون بدون هاد لي، بدون هاد لي، وبالتالي غتكون عندنا أطفال ثلاثة، أطفال ثلاثة أو ثلاثة أطفال. المقصود هنا بأننا نتحدث عن أطفال ثلاث غير معرفين، نكرة أننا لا نعرفهم، وبالتالي نعبر عن هذا الأمر بهاد الصيغة بدون هاد لي. هنا طبعا كما قلنا نتكلم عن هذه الصيغة أنها معرفة، معرفة بهاد لي. إذا لي تخواز أنفون، لي تخواز أنفون. طبعا هاد لي هي الجمع ديال لو وديال لا، لو بالنسبة للمذكر، لا بالنسبة للمؤنث. طبعا لي هي الجمع ديال المذكر والجمع ديال المؤنث. أبخي أون أ سوبيني، غوكاردي لي زونفون كي سوا بان، كي سوا بان. إذا نتكلم عن سوبيني كما نقول استحمى. أبخي أون أ ديجا، ديجا يعني من قبل، شي حاجة من قبل وقعات. طبعا سنرى أمثلة تتضمن هاد ديجا. ثم عندنا لا فاغ جاي، لا فاغ جاي، غوكاردي لا سي لا فاغ، سي لا فاغ. إذا نتكلم على الموجة، الموجة لا فاغ. جاي سي لو فيرب جايير كما نقول انبجس. تيكون واحد الوقت هاد المهادي وفجأة تخرج منه موجة، موجة تكون صغيرة ثم تكبر 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 حتى تنتهي بهذا الشكل مثلا. إذا نتكلم عن إن فاغ كي جاي، إذا نتكلم عن الموجة التي تنبجس إن صح التعبير. أحيانا نتكلم مثلا عن كيس، مثلا نضع فيه ماء، هذا الكيس مثلا يصاب بثقب، أنه يثقب، إذا فينبجس الماء، يعني أن الماء يخرج بشكل كما نقول أفقي. إذا نتكلم عن جايغ، لو جاي مثلا، لو جاي، إذا نتكلم عن الماء أنه ينبجس. أبخي أون أ كخيي، إذا عندنا فعل صراخة. أونسويت أون أ ساسواغ، ساسواغ يعني جلسة. أبخي أون أ ساسواغ، جلسة. أونسويت أون أ لونطون، لونطون. كما تشوف بأن هاد الكلمة مكونة من كلمتين، عندنا كلمة طون، لوطون تنعرفوه هو الوقت، ثم عندنا لون، إذا نتكلم عن شيء طويل، إذا نتكلم عن وقت طويل، إذا نتكلم عن مدة زمنية طويلة، لونطون. نقول مثلا صافي لونطون، يعني أنه كان وقتا طويلا، كان وقت طويل. مثلا أننا لم نلتقي، طبعا هنا عندنا موي يعني مبلل، موي مبلل، تأتي من فعل موي اللي هي بللة. يلجو، هم يلعبون، بيان سيغ هنا لو فيرب جوي كونجوغي أو بخيزون. إذا عندنا فعل لعب مصرف في الحاضر. لو مو كي في أبخي، الكلمة التي تأتي بعد، هنا لو فيرب أتخابي، هنا لو فيرب أتخابي، عندنا فعل قبض على، أتخابي أن أنيمال، يعني أنك تقبض على حيوان مثلا، إذا عندنا لو فيرب أتخابي. لا لوكيسيون كي في أبخي، إذا نتكلم عن الصيغة التي تأتي بعد، عندنا إلي فيغ، إلي فيغ، إذا هو فخور، إلي فيغ، هو كائن فخور، إذا هو موجود فخور، المقصود بأنه هو فخور. لو مو كيفي أبخي، عندنا مانتونو، مانتونو، يعني الآن، مانتونو، الآن، مثلا، مانتونو جو سوغ دو لا ميزون، الآن أنا أخرج من المنزل. نوزالون ديجوني دوغ، إذا عندنا نوزا، نوزا لون، عندنا كما تنشوفو عندنا ليزون،
بحال اللي عندنا هنا تخوازون تخوازون فون تخوازون فون. اذا عندنا هاد اس جات قبل واحد اون فويال، اذا طبعا هاد اس غتنطق بحال زيد. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، عندنا نو زالون ديجوني، نحن سنتغدى. دوغ دوغ يعني خارجا، خارج المنزل. دوغ خارجا، نو زالون ديجوني دوغ، نحن سنتغدى خارجا. اي اون فا اون لابيتي لابيتي، اي اون فا اون لابيتي. وفي النهاية عندنا الشهية، لابيتي الشهية. احيانا تقول لشخص مثلا بون ابيتي، اذا تقول له شهية طيبة، اذا عندنا لابيتي. اذا عندنا هاد الفقرة الاولى كما تلاحظوا، لي تخوا زونفون سون طالي سور لا بلاج، il vont se baigner. Pierre monte sur un rocher. Regardez Pierre qui monte sur un rocher. Il se penche en avant. Il se penche en avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger. Il va plonger. Ensuite, Jeanne est déjà dans l'eau. Il nage comme un poisson. Il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager. Il reste debout dans l'eau. Il reste debout dans l'eau. On a les trois enfants sont allés sur la plage. Regardez-les. On a les trois enfants qui sont allés sur la plage. On a les trois enfants qui sont allés sur la plage. Et donc, عندنا الأطفال الثلاثة الذين ذهبوا على الشاطئ. Les trois enfants sont allés sur la plage. الأطفال الثلاثة sont allés, أنهم ذهبوا. طبعا كما رأينا في المسابق أن الverb aller تتصرف مع الأكسيليغ إتر، طبعا في الأزمنة المركبة. أما في الأزمنة البسيطة تتصرف الفعل بعدو. نقول مثلا في البريزون جو في تي فا، مكاينش هنا المساعد، ثم تي فا إل فا نو زالون فو زالي إل فون. مثلا في لامبارفي J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, il allait. Et donc, طبعا, كل زمان عنده la terminaison ديالو. كل زمان عنده la terminaison الخاصة به. خاصة مثلا في الأزمنة البسيطة. بحال اللي ذكرنا الآن كمثال. إذا طبعا في الأزمنة المركبة تيكون عندنا لوكسيليير. طبعا لوكسيليير اللي غيجي مع الفيرب ألي هو إتر. لأن الأطفال الثلاث غادي يمشيو بنفسهم، سيذهبون بأنفسهم، ولن يذهبوا معهم شيئا آخر إن صح التعبير، يعني أنهم لن يأخذوا معهم شيئا آخر. في حالة إذا ما أخذوا معهم شيئا آخر، هنا طبعا سنستعمل فعلا آخر، والذي سيصرف أكيد مع لوكسيليغ أفواغ، لأن في هذه الحالة تولي الفعل خاص مفعول به إن صح التعبير. مثلا الأطفال أنهم يأخذون حيوانا، يأخذون قطة، يأخذون شيئا، إذا طبعا غيولي عندنا واحد مفعول به. إذا هاد فعل أخذ تيحتاج لهاد المفعول به إن صح التعبير. إذا هنا إذا صرفنا هاد فعل أخذ فواحد لو طون كومبوزي، فواحد الزمن مركب، أكيد غنصرفوه مع أفواغ وماشي إتر بحال اللي عندنا هنا. إذا هنا عندنا الأطفال الثلاث أنهم ذهبوا بأنفسهم، إذا أكيد سنصرف هد، سنصرف لو فيرب ألي أفيك لوكسيليير إتر. لي تخوا زونفون سون تالي سور لا بلاج، إذا الأطفال الثلاث أنهم ذهبوا على الشاطئ. إيل فون سو بيني، إذا هم سيسبحون، إذا هم سيسبحون. إيل فون سو بيني. بيير مونت سور أن روشي، روغاردي لو روشي سور لوكيل مونت بيير. إذا انظروا إلى الصخرة التي عليها يصعد بيير. إذا بيير مونت، بيان سور هنا ici لو فيرب مونتي، كوم لو فويون سان فيرب كونجوغي أو بريزون، إل نيا با دوكسيليير، نا إتر ني أفواغ. إذا مكاينش عندنا المساعد لا إتر ولا أفواغ، علاش؟ لأننا تنتكلمو على زمان بسيط، ولكن كما قلنا ملي تيكون عندنا زمان بسيط الفعل تيتحمل التغيرات اللي غتوقع لي في الاخر. نقول مثلا جو مونت
تي مونت كما تنشوفوا غتولي عندنا اس في الاخر ال مونت اذا هو يصعد نو مونطون كما تنشوفوا تزادت عندنا او ان اس فو مونتي كما تنشوفوا غير تزاد عندنا او زد مع فو ثم عندنا ال مونت اذا طبعا في الجمع سنضيف او ان تي علاش لان الفعل غيتصرف بوحدو في واحد الزمن بسيط وبالتالي بحال دابا البريزون عندو لي تيرمينيزون خاصة به لامبارفي ايضا ستان طون سامبل هو زمن بسيط عندو لي تيرمينيزون الخاصة به ملي تنتحدو مثلا على لو فيتور سامبل سي تان طون سامبل حتى هو عندو لي تيرمينيزون الخاصة به اذا كل زمن زمن بسيط الا وعندو لي تيرمينيزون الخاصة به اذا بيير مونت سيغ ان روشي اذا بيير يصعد فوق الصخرة il se penche en avant اذا هو ينحني حنا ما عندناش لو فيرب بونشي يعني انك تحني شيئا حنا عندنا فعل انحنى كما لو نقول بان الشخص يحني نفسه تجعل نفسه منحني اذا نتكلم عن فعل مسبوق بهاد سو il se penche اذا هو ينحني en avant الى الامام comme nous le voyons sur l'image regardez-le c'est Pierre, bien sûr, qui se penche en avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Que veut-il faire? Madiurid Anifel, bien sûr, il va plonger. Et de nouveau, c'est un ramis. Comme on a dit, c'est un ramis. C'est un ramis filmé. Jeanne est déjà dans l'eau. Jeanne est déjà dans l'eau. Regardez-le. Jeanne est déjà dans l'eau. Et de Jeanne, Jeanne est déjà dans l'eau. Jeanne est déjà dans l'eau. Jeanne est déjà دولو اذا جان في الوقت الذي كان فيه بيير يريد ان ينغمس في الماء في ذلك الوقت كان جان كان من قبل داخل الماء جان كان من قبل يعني منذ وقت وهو في الماء قبل ان يستعد بيير للارتماء في الماء اذا جان اي ديجا دون لو Il nage comme un poisson. Regardez-le. Il nage comme un poisson. Il est noir. Yaoum ou yasbah mit le semaka. Par contre, Michel, regardez-le. Michel ne sait pas nager. Il est Michel la yarif sibaha. Michel ne sait pas. Tabarna dans le verbe savoir de la même façon conjugué au présent. إذن عندنا هنا لو فيرب سافوار مصرف في البريزون ألوغ ميشيل نو سي با ناجي ميشيل لا يعرف السباحة طبعا هنا عندنا لو فيرب سافوار مصرف في البريزون كما تنشوفو أن هاد لو فيرب سافوار ما غيتصرفش لا مع أفوار ولا إتخ علاش لأنه مصرف في البريزون كما تنعرفو بأن لو بريزون سي تان طون سامبل هو زمن بسيط تيتصرف فيه الفعل بوحدو ومادام انه غيتصرف بوحدو طبعا غيخضع لنفس لي تيرمينيزون كما راينا قبل قليل في البريزون اذا طبعا نقول جو سي جو سي على حساب كل فعل طبعا جو سي انا اعرف انا تعرف تي سي انت تعرف او انت تعرفين ايل سي هو يعرف ثم نو سافون نو سافون نحن نعرف نو سافون نحن نعرف الان فو صافي انتم تعرفون الان كما تنشوفوا بان الفعل تتحدث عليه في اخره تغيرات اللي تنسموها لي تيرمينيزون كما نقول النهايات ثم عندنا في اخر الصرف ايل ساف ايل ساف هم يعرفون اذا ميشيل نو سي با ناجي ميشيل نو سي با ناجي نقول مثلا ميشيل سي ناجي اذا ميشيل سي ناجي اذا ميشيل يعرف يسبح طبعا كما تنشوفوا بان عندنا الفعل الاول مصرف الفعل الثاني ما مصرفش الفعل الثاني غير مصرف لماذا لانه اتى مباشره بعد الفعل الاول طبعا في حاله النيغاسيون ما تنحسبوهاش لما غتكونش عندنا هاد لا نيغاسيون ان غيصبح الفعل تسبق هاد الفعل بشكل مباشر طبعا في حاله النفي تنضيف هاد لا نيغاسيون ولكن تبقى الفعل مصرف بنفس الطريقة في نفس الزمان
ثم الفعل اللي موراه غيبقى كما هو. اذا ميشيل سيناجي، ميشيل يعرف يسبح. فلا نيغاسيون دون لو كادو لا نيغاسيون، اذا في حاله النفي ميشيل نو سي با ناجي، اذا طبعا نضيف هاد نو با، اذا ميشيل لا يعرف يسبح. ثم عندنا il reste debout dans l'eau، il reste debout dans l'eau، اذا هو يبقى de la même façon on a le verbe rester conjugué au présent، اذا عندنا فعل باقي مصرف في البريزون. طبعا نقول je reste، tu restes، il reste، nous restons، nous restons، vous restez، il reste. اذا طبعا تقريبا كما تلاحظوا نفس ديتيرمينيزون. il reste debout، il reste debout، il reste debout، اذا هو يبقى واقفا دولو في الماء، دولو في الماء كما تلاحظوا. اذا كما قلنا الان لي تخوا زونفون سون طالي سور لا بلاج، ايل فون سو بيني، بيير مون سور ان روشي، ايل سو بونش اون افون، ايل فا بلونجي، جين اي ديجا دولو، ايل ناج كوم ان بواسون، ايل ناج كوم ان بواسون، ميشيل نو سي با ناجي، ايل ريست دوبور دولو، ايل ريست دوبور دولو. اذا هو يبقى واقفا في الماء، شنو غيوقع؟ ميشيل الذي بقي واقفا في الماء. كو فاتيل اغيفي ا ميشيل كونتيل ريست دوبور دولو. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Une vague jaillit, frappe Michel et le renverse dans l'eau. Michel a peur. Michel a peur. Il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer. Il avale de l'eau de mer. Pouah, pouah. Ce n'est pas très bon. C'est salé. إذن ان بوتي غاسون فيان دو بلونجي اكوتي دو ميشيل، إذن طفلون صغير، ان بوتي غاسون طفلون صغير فيان دو بلونجي، يعني انه انغمس او غطس قبل قليل. شكون لي تيبين لينا بانه غمس او غطس قبل قليل؟ هي هاد لو فيرب فينيغ، لو فيرب فينيغ فعل جاء. هنا طبعا فعل جاء ما غنعملوهش هنا على حساب باش نتكلموا على ان بوتي غاسون بانه جاء، واحد الطفل صغير بانه جاء. هنا استعملنا لو فيرب فينيغ كمساعد باش نصرفوا به لو فيرب بلونجي. طبعا نقول فينيغ دو، اذا بحال اللي عندنا هنا il vient de، او نقول ان بوتي غاسون vient de، اذا طفل صغير كما نقول انه قبل قليل. ماذا فعل؟ دو بلونجي، غمس قبل قليل، قبل وقت قصير. اذن ان بو دي غاسون في دو بلونجي، اذن طفل صغير غمس قبل قليل اكوتي دو ميشيل، بالقرب من ميشيل، بالقرب من ميشيل. في نفس الوقت اون فاك جاي دون لو ميم طون، يعني في نفس الوقت اون فاك جاي، إذا نتكلم عن موجة أنها تنبجس خرجت من حدا واحد الموجة. إذا هاد لافاك كي جاي التي خرجت فخاب ميشيل، أنها تضرب ميشيل، إلو غونفيرس دون لو، ثم أنها تقلبه في الماء. إذا خرجت واحد الموجة من الماء ثم فخاب ميشيل. طبعا هنا عندنا لوفي فخابي، عندنا لوفي فخابي فعل ضربة. إذن اون فاك جاي، إذن نتكلم عن موجة أنها تنبجس كما قلنا قبل قليل، سي لو فيرب جايغ، سي لو فيرب جايغ. إذن اون فاك جاي أو ميم طون إلف خاب ميشيل، إذن هي تضرب ميشيل، إلو غونفيرس دولو، ثم أنها تقلبه في الماء. إذن ميشيل أبوغ، ميشيل أبوغ، كوم نو فويون سور ليماج. ميشيل أبوغ، إذا ميشيل عنده خوف، المقصود بأن ميشيل يخاف. ولكن هنا ما عندناش ميشيل يخاف، ما عندناش هنا ميشيل يخاف، كما تنشوفوا عندنا بعد مرات تنتكلموا على لابوغ، بعد مرات تنتكلموا على لابوغ الخوف. إذا ميشيل أبوغ، إذا ميشيل عنده خوف. طبعا هنا عندنا أفواغ
مصرف في البريزون، ولكن جا بعد منه اسم، اذا غيفيد لنا ملكيه. بحال ميشيل تيملك الخوف، ملي تنقولوا بان ميشيل عنده شنو عنده؟ يقدر يكون عنده ستيلو، يقدر يكون عنده اموال، ولكن هنا ما عنده لا اموال ولا ستيلو، عنده خوف. اذا ميشيل كما نقول انه يملك خوف. اذا هاد افوار تفيد لنا الملكيه، علاش؟ لان جا بعد منه اسم. اذا ميشيل ابور، اذا ميشيل عنده خوف، مقصود بانه يخاف. il ouvre la bouche pour crier، اذا هو يفتح الفم، يفتح الفم، المقصود بانه فتح فاه، فتح فمه. pour crier من اجل يصرخ، من اجل الصراخ، مادام انه خاف عندما ضربته موجه، اذا هو فتح فاه، فتح فمه ليصرخ. il ouvre، on a ici le verbe ouvrir، on a le verbe ouvrir conjugué au présent. اذا نقول j'ouvre، j'ouvre، tu ouvres، tu ouvres، il ouvre، nous ouvrons، nous ouvrons، vous ouvrez، il ouvre. اذا طبعا عندنا le verbe ouvrir au présent. il ouvre la bouche pour crier، اذا هو يفتح الفم ليصرخ، pour crier لكي يصرخ. عندما فتح فاه، il avale dans le dommage، il avale dans le dommage، اذا هو يبلع. طبعا هنا عندنا لو فيرب افالي، هذا فعل ابتلع. il avale dans le dommage، اذا في الوقيته اللي فتح الفاه ديالو باش يصرخ تعبيرا عن الخوف الذي اصابه، اذا في هذا الوقت هو يبلع ماء البحر، طبعا عندما ضربته هاد الموجه. اذا il avale، طبعا de la même façon on a le verbe avaler conjugué au présent. il avale dans l'eau de mer، اذا هو يبتلع ماء البحر. اذا ماذا فعل؟ كنت il a avalé dans l'eau de mer، qu'est-ce qu'il fait، qu'est-ce qu'il fait، il a fait boire، اذا هو فعل boire، اراد ان يخرج هذا الماء من حلقه ان صح التعبير. اذا ماذا قال؟ qu'est-ce qu'il a dit؟ ce n'est pas très bon، هذا ليس جيدا جدا، إذن هذا ماشي مزيان. ce n'est pas très bon، c'est salé، نقول عن شيء بأنه salé، إذن المقصود أنه مالح. نقول مثلا ces olives sont salées، هذا الزيتون مالح مثلا. إذن كما قلنا un petit garçon vient de plonger à côté de Michel، une vague jaillit frappe Michel et le renverse dans l'eau، elle renverse dans l'eau. Michel a peur، Michel a peur، il ouvre la bouche pour crier، il ouvre la bouche pour crier، il avale de l'eau de mer، pouah، ce n'est pas très bon، c'est salé، c'est salé. إذن حتى لا نطيل، نستأنف في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.